إذا ننتقل إلى خلاصة الكلام من التبادل الثنائي أو المزدوج، فمنعرف التبادل الثنائي فقط هي التغيرات الكيميائية التي تحدث فيها تبادل ثنائي بين الأيونات. تبادل ثنائي بين أيونات، إحنا لما بادلنا بين أيونات مركبين وليس بين أيون واحد والمركب الآخر، بادلنا بين أيونات مركبين، يعني أيون من المركب الأول مع أيون المركب الثاني صار عندي مركب، وأيون من المركب الثاني مع أيون من المركب الأول صار عندي أيضا مركب فيما بينهما لتكوين مركبين جديدين. فلاحظنا إحنا لما تفاعل حمض الكبريت مع كلوريد صوديوم مركبين مختلفين، فأنتج عندي كمان مركبين مختلفين اللي هن عبارة عن غاز كلوريد الهيدروجين وكبريتات الصوديوم، أحدهما إما بيكون راسب أو غاز أو ضعيف الثبات. راسب مثل ما ذكرنا سابقا درس السابق أنه مثل RGCL هو عبارة عن راسب، وفي بعض الرواسب موجودة في درس الأملاح، تمام، أو غاز أو ضعيف الثبات. ضعيف الثبات مثل الحمض. حمض مو كل اللي بيكونوا حمض تصنيفه ضعيف، مو كل الحموض اللي هي بتتفكك ضعيف الثبات، يعني ما بيضل ثابت مثل ما هو الحمض، بيتفكك، راح يتفكك، تمام، راح يتفكك. في هاي الحالة إنه مو كل الحموض اللي تصنيفها ضعيف راح تتفكك، بعض الحموض الضعيفة بتتفكك، بعض الحموض الضعيفة تتفكك، أي غير ما بتضل ثابتة